لا 17 لا 2017 اجيكم سؤال لو اختياري بالعاده يعني اجيكم اسئله اختياري يلا سؤال لو اختياري في اسئله سجل في اسئله الحل حتى حل السؤال الأول إن 88 مثل على الكمبيوتر استخدم هذا السبيل في العائلة هاي The overflow flag is set when مثلا overflow flag is set يعني سير قيمته 1 مثلا متى كان when the sum is more than 16 bit لما ناتج السم أكثر من 16 bit يعني جماعة رقمين 16 بت 2 بايت 2 بايت طلع الجمع أكثر من 16 بت يعني 17 طلع يعني صار هل بصير أوفر فلو ولا لما الساين نمبر جو أوت أوف ذا رينج أفتر ذا أرثمتيك أوبريشن ولا لما الكاري عن ساين فلاج أر ست يعني الكاري فلاج والساين فلاج بصير لهم ست الأوفر فلو فلاج بصير له ست ولا لما يصير سبتراكشن أين الإجابة؟ بي مين بقول إجابة غير بي؟ هو مضطرد A و B صح؟ سم لما تصير is more than 16 bit يعني بي لا بي 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 هي الإشارة بي هذا الكاري بس هنا نحكي لما يصير overflow خصوصا في الساين نمبر بي في arithmetic operation على الساين الإشارة هذا كما يلزم بايت ثالث تخرج على الرينج تبعها العدد لما يخرج على الرينج هنا خانه الإشارة بصير لها كراش يعني بتخرب اوكي ساعتها هنا بصير overflow يعني لما الساين نمبر هو arithmetic operation بشكل عام بعد أي عملية حسابية الساين نمبر خرجت على الرينج تبعها بصير هنا اوفر فلو جنبي and status registers is also called ايش accumulator stack counter flags flags حكينا عن flag registers في ناس بسموه status registers هو مسجل الحالة مسجل الحالة هو مسجل الرايات بسجل الفلاكس انه هو بسجل حالة اخر عملية عملها السبيو هي عمل ريات بصير لها سيتين او انستيت بدون الفلاكس هو مسجل الحالة which is bus is bi-directional اي من البص العادية is bi-directional يعني باتجاهين هذا هو الادس بص ولا كنترول بص ولا داتا بص ولا ننقط أبو حكينا إحنا على بص في اتجاهين هو داتابس هو باي دايركشن يعني ممكن يجي البيانات تمشي فيه من السبيو إلى الميموري أو من الميموري للسبيو نفس الداتابس هو في اتجاهين أما العدس باص لا العدس باص بيجي من السبيو إلى الميموري أو السبيو لو أنت تدخل عن منها إذن داتا بس طيب عندك 20 بت ادرس بس عندك ادرس بس سعته 20 بت هذا ال 20 بت ادرس بس
ممكن مسموح له يعمل اكسس تو ميموري اوف كاباسيتي قديش هذا الادرس بس قديش ممكن يعمل 22 حكينا 22 اذا الادرس بس كان حجمه عن عدد الميموري او ساعه الميموري في 22 ومديك ان هون 20 اذا الاجابه هي 22 لوكيشن على فرض انه اللوكيشن حجمه بايت اذا هي 22 طبعا هي قديش هي 2 اس 10 طبعا هذه 24 2 ميجا اذا الاجابه صح 2 ميجا كيف 2 اس 20 بيساوي 2 ضرب 2 اس 10 2 اس 10 ضرب 2 اس 10 بار 2 اس 10 في 2 اس 10 فش 2 2 اس 10 ضرب 2 اس 10 2 اس 10 باي 1 ميجا يعني 1 ميجا 1 ميجا مش 2 برضه بتأثر على الفلاج بتأثر على الفلاج الداتا ترانسفير اوبريشن للموف يعني بتأثر على أثر لا البرانش اوبريشنز برانش اوبريشنز ايش المقصود بالبرانش اوبريشنز جامب جمل جامب تأثر جمل جامب بتأثر يعني بتعمل كومبير وبعد كومبير بتعمل جامب ايه البرانش كيف تعمل برانشينج كيف تعمل برانشينج كيف تعمل برانشينج هنا تفرع في البرنامج بتعمل كومبير بعد كومبير بتعمل جامب اوكي البرانشينج التعليمات بتاع البرانشينج تأثر على ارتميتد على الفلاكس اذا هي الداتا ترانسفير اوبريشنز هي الصح يعني هي السي جواب سي يعني اذا تعلمت الموف اوكي ما بتاثر على الفلاكس طب الباس هاي نابل في الميموري اخذنا الميموري اورجنايزيشن في عندنا الباس هاي نابل في الاود والايفن تذكروا خط الباس هاي نابل هذا انترفيس مع مين؟ It's used to interface مع الايفل بانك مشبوك يعني مع الايفل بانك ولا مع الاوت بانك ولا مع الانبوت والاوتبوت ولا مع الكاش ميموري مع الاوت بانك مع الاوت بس هاي نابل مع الاوت مع الاوت اما الخط A0 مشبوك مع مين؟ مع الايفل تمام هذا اجابته مباشره يعني اذا انت فاهم طيب ايش الانستركشن performs an operation instruction perform and يعني instruction بتعمل and okay صحيح of destination with the source يعني بتعمل and مع destination و source but does not change the destination content بدون ما تغير ال destination content ليه أخذناها and طبعا بتعمل and مع destination source بس بتأثر على destination هو معامل الأول اوكي التستي بتعمل and بدون ما تأثر على ال destination compare ما بتعمل and compare بتعمل subtract بس ما بتأثر على ال destination بس هي بتعمل طلع jump equal لا جاب test هنا the variable definition x array يعني عندك هنا x array هلا هاي تعريف وهيك معبر define y 10 12 2 طب 2 3 4 هذا المتغير معرفه زي هيك
قديش هيحجي اسمه المومالية؟ 8 هل هيحجي 5 بايت 6 بايت 8 بايت 12 بايت؟ طبعا هاي بايت هاي 2 بايت 3 في عندك نمط على الكلام مرتين هذا النمط بعد كلام مرتين راح كم بايت هيحجي هذا النمط؟ 3 بايت تمام ثلاثة لما هذا تكرر مرتين ستة ستة بايت ستة بايت وفي عندك اثنين بايت هنا يعني هنا بيحجز ثمانية بايت إذا هذا instruction تعريف هذا الـ X-Array أحجز ثمانية بايت هيكون زي هيك أول بايت الـ X-Array يكون في عشرة بعدين 12 بعدين اثنين بكررها مرتين وثلاثة مرتين اثنين ثلاثة أربعة وكمان مرة اثنين ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة أربعة إذا الـ X-Array يكون عبارة عن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 بايت لو ذكيها word define word يعني ممكن نديك يا زي يعني كل موقع هنا يكون قديش حجم في الحالة 2 بايت الحالة هاي عندها 8 16 بايت لو ذكيها word طيب انا سؤال 9 و10 مديك معطيات وحسب المعطيات اللي بدك تحل 9 و10 فور كويست 9 عند 10 اسيوم ذا مديك قيمه الريجستر تاع الكور سيجمنت هاي قيمته والديستنيشن سوري بتاع السيجمنت ريجستر هاي قيمته والستاك سيجمنت ريجستر هاي قيمته بالإكس والأساي والبي بي أنا بقول لك what will be the physical address used in each of the following instructions أنا بسألك على physical address لا يستخدم في هذه العبارات يعني لاحظ هذا الموضع move EX هذا اللوكيشن بسألك على physical address تبعه نفس الشيء هذا physical address تبعه كيف نحسب الـ physical address احنا؟ نجيب الـ segment address الـ segment address طبعاً ما يكون في أحد الريجستر تحت الـ segments هو لما ديك CS و DS و SS ثلاثة segments اوكي؟ بتحاولوا لـ 20 bit يعني بدك تضرب 16 عليه السلام بعدين تجمع معاه الـ offset والـ index طبعاً الـ offset والـ index أو إذا كان في عندك بيس كمان بيس أوفسيت أخذناها بالمعادلة نجيب مثلا فيزيكال أدرس يساوي سيجمنت أدرس تضربه 16 طبعا هي 0 1 اتش يعني بتحط صفر على اليمين تجمعه مع الإفكتيف أدرس صح؟ الفكتيف ادرس شو هو الفكتيف ادرس؟ عنوان فعال عنوان فعال شو هو؟ البيس مع الاوفست مع الاندكس في الاندكس طيب انت بدك تحسب هنا الفكتيف ادرس يعني الفكتيف ادرس طيب تجمع هذا الخيار طيب هذا بيس وهذا ايش؟ اندكس طيب الاوفست ما في اوفست عندي أوفست زيرو الآيفون. في الحالة هاي الإفكتيف أدرس في هذه العبارة هو البي إكس. البي إكس قديش قيمة البي إكس؟ واحد بي 5000. ما بتعرف يجمع 13 هنا، ما بيعرف يجمع 13 يتعلم. يراجع المقدمة في الحوصلة. 5000 اتش. تمام. أوفست ما في أوفست زيرو. الإندكس عندي الأس أي. وين الأس أي؟ 0 5 أف أي اتش. تمام. اجمع خمسة ثلاثة طبعا صفر نجمعوش حط A F خمسة نجمع ثلاثة عشر جمع ثلاثة عشر طبعا ثلاثة D بنطلع مع A D D D D D صح؟ D A 10 والB 11 تمام وهنا أر C 12 والD 13
دي يعني خمسة أربعة وواحد في اليد بكون. خمسة وأف أربعة وواحد باليد بكون. خمسة خمسة وحط واحد 16 بتش واحد وده الأربعة شيل 16 من 20 تمام. حط الواحد فوق البي والواحد فوق البي واحد وخمسة ستة ستة وحداش سبعة عشر واحد وواحد باليد سبعة عشر واحد وواحد خمسة سبعة عشر واحد وواحد واحد واثنين ولو سألك على الفكتف أدس هاي اللي جابت الفكتف أدس هو سألك على إيش؟ عايش سألك؟ شو سألك؟ فيزيكا إذا بدك تروح تيجي على بدك تيجي معها فيزيكا أدس بتجيب السيجمنت أدس بالنسبة للبي إكس البي إكس هي بتعامل باي ديفولت وين؟ أي سيجمنت؟ البي إكس حكينا البي إكس هي باي ديفولت تشتغل مع أي سيجمنت؟ داتا سيجمنت إذا بدك تروح تجيب عنوان داتا سيجمنت الموضع هذا يكون في داتا سيجمنت إذا بتجيب داتا سيجمنت هاي داتا سيجمنت هي أساس هاي الأدرس تبعه إذا هذا هذا سيجمنت أدرس واحد خمسة تسعة بس تضرب 16 ضرب مباشرة تحط له صفر تمام بتجمع مع الاكتيف أدرس اللي أنت بتجيبه 2 1 4 اجمع تحفظ مع سيرس 10 1 5 ايه 9 ايه 9 0 0 ودي 4 1 2 4 1 2 اجمع دي دي ودي وكمان دي برضو هذه دي دي 13 دي 13 دي دي بي بي سبعة واحد واحد سبعة دي دي المفروض أوكي أنا طبعاً طلعت لهم في الامتحان وطبعاً واحد سبعة دي دي المفروض واحد سبعة دي دي واحد سبعة دي 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 هنا مصلحة ماشي عدلها دي ماشي طب نفس السؤال هنا بدك تحسب الفيزيكال ادرس بدك تجيب نفس الشيء الفيكتيف ادرس هو البي بي بديك اياه قيمته والاسعار تجمعهم مع بعض زي ما جمعنا هنا وبعدين تيجي هنا تحسب الفيزيكال ادرس يعني السيجمنت ادرس مع الفيكتيف ادرس اللي انت حسبته طب يطلع لي السيجمنت ادرس البي بي هاي باي ديفولت بتشتغل في اي قطاع هنا بتعامل مواقف الستاك سيجمنت إذا أنت عارف هذه الخاصية إذا بتروح تجيب سيجمنت أدرس على الستاك أما البي بي باي ديفولت حكينا بتشتغل تلقائي بتعامل مواقع في الستاك إذا بدك تروح تجيب عنوان الستاك تحول 16 تحط له صفر على الشمال تجمع مع الإفكتيف أدرس الإفكتيف أدرس طبعا هو حاصل جمع بي بي مع الأصغر تجمعهم مع بعض حلو لحالك تمام طب لما جت سؤال حكينا كيف نغير من بعض الخواص يعني البي بي هذا بتعامل وين مواقع؟ في الستاك بس لو انا بدي اغير الخاصية تاعتها التلقائية بدي اقول زي هيك سي اس سي اس ساعتها انا بي بي هاي استخدمت تعامل وين مواقع؟ في الكود سيجمنت ساعتها بدك تجيب ايش؟ تجيب ايش؟ الكود سيجمنت ادرس وتحول او لذاك هيك دي اس بعد هذا العنوان اللوكيشن وين ترى الداتا سيجمنت بس لو ما كلكش شيء باي ديفولت هذا بي بي في الستاك والبيكس باي ديفولت وين البيكس وين باي ديفولت في الداتا بس لو غيرت قص يقول زي هيك زي تعيش هذا تعمل موقع وين في الستاك طيب هنا السؤال الثاني بديك مجموعة من التعليمات بقول لك حدد نوع الادرسينج مود المستخدم في كل انستراكشن شو الادرسينج مود المستخدم في كل انستراكشن اخذنا انواع الادرسينج مود صح؟ بتتذكروا؟
then where? أخذنا النوع أول شيء register هذا سموت إذا كانت التعليم مستخدمة register زي التعليم الأولى لاحظ زي ما التعليم الأولى مستخدم register يعني مش موقع المهمة اللي مستخدمة أو شيء زي هاي زي هذا register هذا سموت أول واحد ثاني واحدة هاي لاحظ مستخدمة في العنوانة base هذا سموت base هو indirect يعني indirect في أنواع من indirect ما تقوليش indirect بتقولي ايش تفصيله indirect شو هان base as symbol قلت لو كتبت base as symbol بس عادي مفيش مشكله base as symbol بس ما تقوليش indirect اسكت لا نقولي base as symbol هان شو العنوان هان الاولى register as symbol هذه لا هذه constance as symbol الاولى register لا ما تحكيش انا دغري مباشره تحكي على هذا اول وحده اول وحده فوق بحكي هنا هنا register هذه base add symbol هذه constance add symbol 15 هذه constance من هنا عنوانها مباشر أو constance add symbol هنا لازم بينقل 10 في موقع في الميموري بس العشرة هنا بيمثلك إيش كword هنا بخزنها كword كاثنين بايت العشرة في الموقع هذا هذا الموقع عنوانته باستخدام إيش بيس مع ايش؟ مع اندكس البيس هو البي اكس والاندكس هو الديستنيشن اندكس ريجستر الدي اي طب هذا النوع هذا عنوان هذا مستخدم بيس وبي بي بيس واندكس مع اوفست الاربع اوفست هاي اذا هذا مستخدم البيس اندكس اوفست هذا سيمون ممكن يجيك سؤال ثاني أو أقول لك ممكن يجيك بالعكس أقول لك عدد الأدسي مود اذكر الأدسي مود ليست يعني الأدسي مود مع إكزامبل مع مثال لكل نوع أنت يا سعيد بدك تكتب أمثلة على الأدسي مود لازم احط اتش جنب هيك اربعه لما تكتبها هيك بالاسم ديسيمال اه بدي اربعه هي اربعه ديسيمال اربعه ديسيمال نفس القيمه اه بحولها ديسيمال طيب هنا رايت اسمبلي انستركشن مطلوب انك تكتب جمل بالاسمبلي تعليمات الاسمبلي يوزنج لوجيكال اوبريشن استخدم عمليات اللوجيكال الآن الأور والإكسور to do the following to do the following العمل الآتي هنا شو بده مطلوب الأول يعني to clear بده تعمل instruction to clear the right nibble of AL وبده ينظف النبل اليمين لمين لل AL with Y leaving The other bit unchanged يعني وتترك البيتس الثانية بدون أي تغيير طبعاً إيش النبل حكينا النبل هو نص نص البايت أربع بيت هو بدل نظف الأربع بيت عشان يقل يعني قل يقل عندك هو ثمانية بيت نقل نص الأيمن تاع الـ AX نص اللون هاي الثمانية بس وبدي نقل خلوه هاي النبل أول النبل اليمين هذا النبل اليمين هذا نبل كيف هذا نبل أربعة أربعة هو إيش زي ما عمل هنا بده يعمل كلير ل للنبل اليمين يعني يصير هذول إيش كلهم صفر تمام أنت هي. احنا استخدمنا احنا عرفنا في الان الان بنعمل كلير لبعض البيتس نكون ماسك الماسك الاثنين بس نعمله اندنج مع ال وثانيا نعمل هاي صح الماسك الماسك يكون اول اربع بيتس شو صفار
عشان يحافظ على بغض النظر شو كانوا القيم الواحد الصفر ضلوا مثل ما هو. لو كان صفر كان مع الواحد ضلوا صفر. لو كان واحد هنا كان مع الواحد ضلوا واحد يعني. بس هدول بغض النظر شو قيمهم لو تعملوا عندك مع الصفار صفر صفر. إذا جواب صح هذه بي بارنا. تكتبوا الماس بشكل هيكس ديسمال. طبعا أنا كتبت بشكل إيش؟ بارنا. لكن تكتب بشكل هيكس ديسيمال اف 0 0 اف 0 اف هذا 0 كل اربع بيت تحولهم 0 رمز هيكس ديسيمال هذه اف ذا الماس هو 0 اف هيكس ديسيمال. هذا دكتور الرايت يعني بالنسبه لي ولا الرايت بالنسبه للرايت؟ انا يعني ممكن اقول الرايت بالنسبه لي هو اللو اوردر. لا الرايت هو الرايت اللو اوردر. يعني انا هيني بطلع هيك على جنب هي رايت بالنسبه لي. وانا مش عامل تغير انا انت عامل لي هاند على الليف. وين عامل هيك اللي هيعمل له كلير لمين؟ للرايت مع الان. هو ايه ال ايه ال بنت مع 8 بنت الايه ال نصه نص الايه ال هو اللي تعمل له انت كده لك رايت. خلاص تمام نص الايه ال تمام رايت نبل للايه ال. طيب هو بده التعليق يا دكتور. هو بده انت الانستراكشن بالاسم دكتور. لو عملنا مثلا انه الاي ال مثلا عملنا له اد مع الاربع اصفار بس يعني ما كملناش الاربع الوحدات اللي بعدين اربع اصفار يعني هيك هذول زيرو زيرو باي ديفولت زيرو. طيب يو سيد ذا موست سيجنيفيكانت and this significant bits of AL. إيش يعني ال most هو آخر bit. okay آخر bit دعونا نسير والleast significant bit هو أول bit أعلى bit وأقل bit لل AL دعونا setting يخليهم وحدات. okay why is even يعني ما محافظة على الاذر تحط في الاول واحد وفي الاخر واحد واور تستخدم والباقي صفر وفي النص صفر وان الاور هي الاور. اه اول واحد واحد واخر واحد واحد باقي صفر. ايه قال هنا ايش مطلوب انه هذا اللي سيجنيفيكانت تمام بده اياه واحد والنص سيجنيفيكانت والباقي صفر والباقي ضلوا زي ما هم ما يتغيروش. اذا ما يتغيروش كل واحد ما تغير ده AL اول بيت يكون 1 والصفر في النص في النص صفر تمام تمام يعني بغض النظر شو هنا لو كان هنا صفر اور مع 1 عملها 6 1 في 1 لو كان 1 ضل 1 تمام وين نفس الشيء لو كان صفر اور مع 1 بصير 1 بصير 1 وين المطلوب؟ هذول باقي البيست عملت لهم اور مع الزيرو تمام لو كان 1 حيضلوا 1 زي ما هو حيضلوا 1 لو كان زيرو اور مع الزيرو يعني مش هيتغير. طبعا الماس بشكل هيكس ديسيمال هذا 1 هذا ايش؟ هذا 8 بالاتش تمام يعني هي بالهيكس ديسيمال. طبعا ممكن يجيك في الاختيار يا شباب يعني ممكن يجيك السؤال هذا بالاختيار كيف الاختياري هذيك اجابات اقول لك ان اي ال مع 8 1 ولا اور اي ال مع 8 1 ولا اور للاي ال مع كذا قيمه ثانيه مثلا او اكس اور للاي ال. اختار الاجابه الصحيحه يعني بديك التعليمات اختار التعليم ممكن اجيب لك اياها في الاختياري. اه جيت بنفع اعمل الاي ال فيا وحش 4 بيت مع 8 ال 8 بيت الاي ال بتصير ايه؟ الاي ال 8 بيت الاي ال 8 بيت والنص الايمن بتاع 8 بيت مع 8 بيت. طيب هنا مطلوب انفير الساين بيت للدي اكس الساين بيت تاع دي اكس مطلوب انك تعكسه بعمل اكس فور انفير لا ساين
حكي. طبعا الساين بت في الـ في الدي اكس هو البت 16 البت السادس عشر وخانة الإشارة. اوكي يعني الدي اكس هو 16 بت بده اياك تعكس خانة الإشارة. خانة الإشارة وين عتكون؟ الخانة رقم 16. اوكي يعني هنا الدي اكس طبعا الانفيرتنج احنا بنستخدم الاكس اور صح؟ تمام. طبعا الاكس اور مع ايش؟ واحد وين؟ شو نحطها دوت؟ اصفار صح؟ هنا زيرو زيرو كم زيرو هنا نحط؟ سبعة شو؟ إذا كانت 1 1 مع 1 XOR إحنا بنعرف هي بتحب المختلفين XOR إذا كانوا متشابهين بتعملهم 0 إذا هنا 1 XOR 1 يصير 0 هيك بتقدر صح؟ لو كان 0 كانت الإشارة بتاعت الـ X 0 XOR 1 ساعتها مختلفين يصير 1 كانت الإشارة. أوكي؟ طب هدول البيتس مش هيتغير لما قلت لهم XOR مع 0 ليش؟ لو كان صفر باخر تست كان صفر مثلا هو صفر اكس اور مع صفر صفر اكس اور صفر بضل صفر صح ولا لا؟ طيب لو كان 1 اكس اور مع 0 1 يعني بضل زي ما هو. طب هذا الماسك قناع هذا بالهكسا ديسيمال هذا 0 وهذا 0 0 هذا اخر شيء كل اربعة بس اربعة طبعا كل اربعة بس بالباينري بيكسل سمات 1 بيكسل سمات ديجيت اذا هذا 0 هذا 0 هذا 0 هذا 8 8 اتش مديك تعليمتين هان يقول لك encoding لهذه التعليمات يعني مديك معطيات هان تذكر encoding و decoding قبل الاسايمنت قبل المحاضرة الاسايمنت تعليمها يعني مديك تعليمة 2 overrun تعملها encode وتعليمة 1 overrun تعملها encode مديك هنا encode لل لا الـ AX شو كودو الـ AX شو كودو الـ AD مشتاق عليه الـ AD والـ MOVE عند الـ MOVE مش لازمنا مش لازماني هي لا محفوظة بدينا ما موجود الـ NOT موجود الـ NOT بديك الكود عن NOT مين NOT اه هي هذه كانت نص انا عشان شفت نموذج نفسه بس مكتوب عن نص كان طالع مع الضوء هذا نص فايند ذا ايكويفالنت كود للماشين كود مثل الماشين كود هذا التعليمات يعني تحول هذه لماشين كود لارقام يعني بس تكون موجوده على الفاضي كود ان ديسيمال ايه موجوده الموف على الفاضي الموف ما عندك اياها اوكي عرفت بس وانا صغير هيك دائما في الموف لما بنستخدم نستخدم الواحد واحد صفر لانه بكون نحن ناخذ تعليم من الطرف الاول مش موجود طب ليش بقول نموذج بلاحظ موجوده التنتين طب لو انا استخدمت الثاني لا انت المفروض تعرف يعني المفروض اظن اني ما فزت معك تكون عارف في نمطين من الموف في النمط الأول كان الأوبرنت الأول destination كان register ساعتها تستخدم النمط 0 كان الأوبرنت الأول في الموف كان memory ساعتها تستخدم instruction 111 طيب هنا كيف نعمل encoding لهاي؟ تذكروا التمبليت اللي اديناكم اياه
Does that come to play? That encoding. I هي تو اوبر اذا بدك تستخدم التمبلت هذا اي وعندك ار ام 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 كمان ام طبعا هذا اتليست 1 بايت ممكن التعليم يحتاج 2 بايت ثانيين اذا كان فيها قيمه كونستنس يعني زي لاحظ هاي التعليمه فيها قيمه كونستنس هذا القيمه هذا القيمه الكونستنس برضه لازم نعملها انكودنج طبعا الكودنج تحتاج 2 بايت ساعتها برسم 2 بايت ثانيين بس ساعتها كمان 2 بايت ثانيين هلا نحط كمان 2 بايت طيب طيب بالنسبة للبايت الأول في الكودينج آد واحد زيرو وان هذا تمام هذا للآد طيب ال R R هو المعامل الأول في X في X بديك الكود تبعه 01 10 تمام بالنسبة للأوبرنت الثاني أم ده الأوبرنت الثاني والأوبرنت الثاني من النمط هذا موقع الكيشن إذا هذا يختار 0 0 1 1 إذا خلصنا تم عليه هذا القيمة نعمل عن كودينج طبعاً هذا الانكودينج والريج هي أرقام يعني مش محتاج الانكودينج يعني بس مباشرة بتأخذ هالجيت في البايت الأول إيش نحط هنا في البايت الرقم اللو تبدأ باللو أوكي اللو شو أكثر يعني طبعاً تحولهم بايت أوكي خلاص سيبهم هيك نحولهم يعني فلمتهم والبايت 4-2 إذا هذا التعليم عتقد من النوميريك 3 بايت البايت الأول هيكون زي هيك ممكن تحوله لهكسر طبعا هذا حوله لهكسر شو هي هذه 15 هذه إي 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 إذا هذه إي إي 8 10 إي يعني التعليم الأولى هي إي إي 3 بايت أخ 8 بايت 4 هذه التعليم الأولى تمام ومديك اللوكيشن التعليم الاولى وين حتتخزن لعند السوق 100 ومديك الفيرست لوكيشن انه 100 يعني هذا التعليم الاولى حتاخذ 100 موقع 100 بعدين 101 بعدين 102 حتحجز يعني ومطلوب تعمل النمري كمان طيب الحين تم علينا نعمل الكودينج لهي هذا نمطها ايش التمبليت تبعها؟ تمبليت تبليت هيك لل هنا بكون ايش؟ زيرو 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 ليش؟ هنا اي 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 هنا اي 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 بديك هي 0 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
اذا هذه بايت بتاخذ بس بتاخذ بايت واحد والبايت هذا ايش قيمته بالهكساديسيمال ايش قيمته بالهكساديسيمال هذا 0 و 1 0 1 اذا هاي التعليم الثاني 0 1 1 0 3 ما خسرت موقع 103 اذا ممكن يديك سؤال ايش عنوان اخر تعليم عندك كمان ممكن يديك كمان سؤال بعد تعمل الكودينج كل هذا شو ذا ادرس عندنا كنت ايش مو مال هي وضحها كمان وضح عنوان اخر تعليم شو عندك اخر تعليم عنوانها 103 ولا انكودنج راجعه طيب هلا على الدرس الاخير اللي اخذناه بديك نلعب رايت اسمبلي لانجويج نمط 86 تو امبلمنت ذا فولوينج هاي ليفل كونستراكت كونستراكت بديك مكونات بنائية هاي ليفل لانجويج هي الاف هذه هو الاستراكشر تبعها مطلوب انك تكتبها بالاسمبلي لانجويج Assume all comparison are made on sign numbers. يعني comparison sign number. عشان second jump. هنا second jump jump. في jump هنا في jump للsign number. في jump لمين؟ للunsigned number. Jump تاع sign شوفوا. في above وفي below وفي less وفي greater وفي less. ظهر لك. في أضاف يعني هم تستخدم أضاف ولا greater هم حدد لك هم استخدم للصين للصين شو نستخدم هم أضاف ولا greater تراجع في السلايدز ما في السلايدز افتح السلايدز شوف الصين لا إيش greater ولا أضاف طيب إذا ما حددت كاش ما كان كاش صين ولا مش صين واحد من الاثنين بس تحدد لك هنا على حاسبك على شو طيب هنا مين يقدر يطلع يعمل هذا السؤال هنا بديك اف اكس اقل من 3 او البي اكس اقل من 2 اذا ذن يساوي اكس سي اكس ينقل فيها 1 الس السي اكس يساوي 0 اذا ما نقارن يقدر الاكس مع 3 اذا كانت اقل بدنا نحط السي اكس واحد اذا مش اقل نحط السي اكس 0 او اذا البي اكس اقل من 2 نحط السي اكس 1 مين اللي بسوي له؟ مين حله؟ خدناه مش خدناه وحللنا امثله عليه نكمل كومبير نستخدم جمل الجام حد بده يحله؟ طيب انا بدي احله طيب انا بحل السؤال الثاني هنا بديك رايت فراجمنت اوف سمبل كود بتكتب سمبل كود ذات امبلمنت ذا فولوينج هاي ليفل لانجويج لوب يعني هم بديك لوب اوكي بدك تعملها بالاسمبلي لاحظ اللوب هاي فور اي 0 اي اقل من نمبر اوف اليمنتس ناقص واحد I plus plus يساوي list I يساوي list I زائد واحد على فرض إن ما أنا بحكي لك يومي أسيوم افرض إنه list هاي عبارة عن هذي بتملي يعني list كأنك معرفها كمصفوفة من البايت والنمبر اوف elements هذا متغير هو integer بيحكي على عدد العناصر بتاعت هذه list هذول كانهم عارفين عندك في الداتا سيكشن في البروجرام بتاع الاسمبلي مين يسويهم؟ ليست اي تساوي ليست اي زائد واحد يعني بدي عندي اوكي يعني تخيل عندك نمر زي هيك ايش يساوي؟ هاي الليست يعني فرضا هم مديك اياها يعني افرض هاي هو مديك اياها متغير نمط في اليمنت نفرضها من 1 2 3 4 5 6 7 8 هذه هي الليست هذه
هذا ليست 0 هذا ليست 1 هذا ليست 2 ليست 3 ليست 5 ليست 6 ليست 7 ليست 7 اعمل لوب اعمل ليست i يساوي ليست i زائد 1 ايش يعني ليست i يساوي ليست i زائد 1 يعني هنا مثلا خلينا نحط فيها مقيمة يعني هنا بتعمل شفت هنا شفت هنا يعني هنا فرض في 5 في 10 في 12 في 3 في 4 في 5 في 10 في 2 اجزاء لما اقول هيك ليست اي تساوي ليست اي زائد 1 يعني عند اي 0 عند اي 0 ليست الزيرو يساوي ليست الزيرو زائد واحد ليست الزيرو هذا يساوي ليست ايش الزيرو زائد واحد يعني ليست الزيرو تساوي ليست الواحد يعني بينج القيمة هاي بينجنا هو وعد الجهة يعني تنفذت هذا أول مرة في اللوب عند اي واحد يعني هذي هتصير ايش هتصير 10 طيب بعد ما عند اي واحد يمشي في اللوب بيعمل ليست الواحد هاي تساوي ليست الاي زائد واحد الاي عند واحد يعني ليست الواحد تساوي ليست اثنين يعني ايش بصير؟ ال 12 ايش هنا؟ نفس الشيء يجي في اللوب يعني ليست الاثنين تساوي ليست الثلاثة يعني الثلاثة وين حتيجي؟ هاي هنا نفس الشيء هنا عند اي بالثلاثة حتصير هنا ليست الثلاثة تساوي ليست الأربعة حتيجي هنا بعدين هنا كمان قيمة هاي خمسة عشرة وين هاي هنا آخر شيء عند I I هنا آخر شيء تكون أقل من num elements ناقص واحد طبعا elements عندي هي ثمانية num elements ناقص واحد سبعة يعني ال I أقل من سبعة يعني آخر شيء ال I هتكون ستة بالفعل هو عايز تطلع يساوي هنا إنه آه ليست الآي عن ستة تساوي ليست السبعة اثنين يعني يعني والاثنين طلع زي ما هي قلت لو آي ناقص واحد إيه؟ لو آي ناقص واحد شو آي ناقص واحد؟ هيعكس الشكل؟ راح يخرج مبيع ولا هيصير كلها نفس القيمة؟ هيصير عند آي هتبداها من واحد أو تبداها الآي من هيك بالآخر تحت العكس يعني طبعا هذا ممكن نعملها بالموف صح بالموف يعني ينقل كيف نعملها بالموف بس وبعدين نحطها جوا اللوب ينقل نحطها جوا اللوب لازم نخزن في يعني هنا التساوي هنا هذا كم يساوي هنا بنخزن من هنا بدنا نمسك الديستر اوكي يعني هذا المفروض هو الاس اي اوكي هذا الاس اي اوكي الاس اي نبدا من زيرو وبعدين نبقى طبعا هنا بنفع اقول زي الموف ليست الاس اي الاس اي بنفعش ميموري الميموري بنفعش بنحط مثلا اي اكس تليس الاس تي الاس اي موف الاي اكس مثلا او البي اكس او الاي اف الاس اي احطها في ريجستر اي اكس اي ال اي اكس بعدين اذا ليست الاي صارت في الاي اف بعدين تكون موف ليست الاس اي للاي ال هيك تسوي تعالي دكتور مش موضح ان الليست بايت ولا مادي وين اسيوم ذات ليست 8 بت 1 بايت 1 بايت 8 بت يعني 1 بايت هذه نحطها جوا لوب اوكي الاس اي طبعا نبدا من زيرو والقال الاس اي بنضل نكرر هذا الكلام لحد ما يصير الاس اي شو ماذا اكبر من أو يساوي نم إليمنت ناقص واحد طيب الجيت إذا نجهز الأس أي نحطها زيرو موف الأس أي زيرو عملتها من زيرو يعني زي ما أنت أقول أي يساوي زيرو طلع عندي نم أوف إليمنت هاي نم أوكي ممكن تحطها في سي إل أوكي وتطرح منه واحد مثلا و سي إل
non element. أجد سادة شوية ينفرقه إيش قيمة السيئة؟ في النام إلي في النام إلي من ناقص واحد okay. عشان كل مرة بقارن الأس آي بنام إلي من ناقص واحد طيب هنجد شو تستوي okay. نعمل كومبير كومبير لمين؟ للأس آي صح؟ أمين؟ السيئات في نام إليمنت نقص واحد طيب هنا احنا نعمل نجيب عشرة هو المفروض هذا يكرر هذا الكلام اوكي مدام الأس آي شو ماله أقل من مين؟ من إليمنت إذا الأس آي كان أكبر أو يساوي السيئات المفروض ما يكرر كم جريت أباف إيكوال هنا عكس الشارت بعد الشارت جامب أباف إيكوال جامب إيش؟ أباف إيكوال لمين؟ أور إيكوال؟ أباف إيكوال لا أوت أوت لوب أو نيكست أو إلى أوت لوب لوب الجملة طيب إذا هو بيفوت على أوت لوب أوكي؟ إذا كان الشرط إن الأس آي كان أكبر أور إيكوال طيب إذا كان مش أكبر من إيكوال يعني أقل بتعمل جامب أوت لوب بعدين يجي هنا أوكي يكمل هذا الشغل بعد ما يكمل الشغل هذا بده يعمل إيش؟ جامب يرجع وين؟ جامب لـ نيكست جامب نيكست طب قبل ما يعمل جامب نيكست إيش المفروض نسوي؟ الأس آي شو نسوي هذا؟ نزوده واحد كيف نزوده واحد؟ نقول increment للأس آي أو نقول add للأس آي بواحد تمام نلاحظ شو نلاحظ وين؟ بالضبط عن نفس تركيب الفور الفور كيف تجي في البداية؟ تبدي آي زيرو والآي يعني هو الأس آي زيرو بعد بنقارن الشرط إذا لازم يكون الأس آي أقل من نم إليمنت ناقص واحد طب إذا كان أكبر أو يساوي هل عفوت على جوا اللوب؟ لا يعطيك على برا اللوب. تمام. إذا بالفعل عملت هيك قارنت الأس آي مع السيئات قلت لها اقفز إذا كان هذا الأس آي كان أباف أور إيكوال أو أوت لوب. طبعا مش هتقفز على أوت لوب إذا كان الأس آي أقل من السيئات. مش هتقفز على أوت لوب ساعتها تفوت هنا وتنقل لست الأس آي زائد واحد في الـ AR بعدين تنقل القيمة في الـ AR بعدين تزود الإنكريمنت للأس آي بعدين تعمل جامب على نيكست ترجع تقارن مرة ثانية أضلك هذا السايكل هذا الدوران هذا اللوب متى حتطلع من هذا اللوب؟ متى حتطلع من هذا اللوب؟ الدوران هذا إذا كان الأس آي صار أصبح قيمته أكبر أو يساوي السي آر طب ضل عندك تعمل إيش؟ سووه لحالكم؟ طيب ممكن يجيك زهيت اس اقل او ممكن يجيك اند اوكي زهيت ممكن نقول لك اند يعني خدنا كيف نعمل اور خدنا كيف نعمل اند طيب المحاضره الجايه برضه هناخد مراجعه في اسئله ثانيه يعني علينا امتحان يوم الخميس لكم بكره مش هنقدر نيجي اللي عنده امتحان الله اكبر عاد مراجعه مش عاد الدرس الجديد فينا نحل نموذج عشان نجيك اسئله زي هيك حول ولا قوه الا بالله نجيك نمط ثاني ايش ممكن يجيك؟ الاحسن اللي فاتت في اسئله حليناها في أسئلة ما حليناهاش غير حلينا سجل بس لاحظ هنا مديك التعليمة تو أوبرانج هنا ومديك تعليمة زيرو أوبرانج زيرو أوبرانج حليناها احنا تو أوبرانج وان أوبرانج هنا مديك تو أوبرانج وان أوبرانج مديك أسئلة زي هيك ثلاث عمليات جمع
ومطلوب توجد الناتج الجمع بالباينري وايش تاثير حسب النتيجه شو دكتور عمل له ازاحه زي هيك عشان يبين مش مبين ايه عمل له ازاحه عمل له شيء عشان يبين طبعا النماذج هذه هي اخذوها اللي تصوروها اوكي تصوروها وتنزلوها في المكتب ماشي عشان تحاول تحلوها تدرسوا تحاولوها لما يجيك سؤال زي هيك بعطيك هنا تعريف اكس كوورد اري فيها 3 2 4 5 وبعطيك تعليمات اسمبلي طبعا التعليمات اسمبلي هان وموجود بالباب التعليمي او بعض التعليمات موجود منها بدو قيم يعني بعد ما تتنفذ التعليم شو قيمة البي اكس تمام لما تتنفذ التعليم شو قيمة البي اكس تعمل تريس يعني وتشوف ايش قيمة طبعا راح يكون الاوبس التعليم لتعرف انه اول متغير نحلل لاحظ هذا السؤال برمجة هان مطلوب تعمل برنامج كامل بالاسمبلي ليحسب الافرج معدل بس ما هذا مقصود بس ما اخذ مكيف يطبع هو مش مطلوب تطبع بعدين شغله ثانيه في المعدل مش مطلوب تطبع المعدل مش راح اجيب مش مطلوب مش مطلوب معدل معدل عادي قسم عاديه يعني على الدفهم ديك طبعا احنا اخذنا الدفهم مثلا كيف تجمعوا تجمعوا على مصفوفه اوكي صح هي عشان نعمل جمع المصفوفه وبالاخر ناتج الجمع شو نعمله نقسمه نعمل ديف على عرض العناصر على العناصر زي ما بدك يوم ستة يعني مثلا الجمع هذي بس بالاخر النتيجة اللي نقسمها يعني حل مسائل برمجية هذا نموذج السنة اللي قبل ممكن ماشي بيطلع هو في محاضرة هان يعني خلصنا يعني هلا السؤال بدك سترينج وبده يعطيك كم خط سترينج Thank you.